بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، احمد الله سبحانه وتعالى جمعنا في هذا المكان، اساله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان ان يجمعنا في الفردوس الاعلى في الجنه. اخواننا، يعني كلمة الله أعلم تكون في قول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه سبيلي، السبيل والطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى طريق واحد، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه الصحابة رضي الله عليهم والسلف الصالح. والطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى هو طريق واحد، وعادة الطريق المستقيم هو الذي يعني يكون أقرب طريق. الحق سبحان الله، الحق طريق واحد ويكون مستقيم. الباطل لا يمكن أن تجد أحد من أهل الباطل يمشي على الطريق المستقيم، لابد يأتي شيء عن اليمين وعن اليسار. ولهذا قال عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في استراق السمع، قال سفيان رحمه الله، يقول فوصفه سفيان، لأنه يترادفون الآن لسماع الكلمة من السماء، فقال فوصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. لماذا يعني الآن عند استراق السمع هؤلاء يعني ما يصعد في خط مستقيم؟ لماذا؟ أقرب. لماذا؟ لأنه على الباطل. سبحان الله، الباطل ما يمكن يكون مستقيم. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رسم البيان في التبليغ، وضع خط مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. لهذا يعني اليوم يقال عندنا: كن سلفيا على الجادة. يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام جاد في هذا الأمر، ما عرف عليه الصلاة والسلام يعني لا الراحة ولا هذه الأمور، الأمور الدنيا. وعلى هذا سار السلف، منهم مثلا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كل حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلها جد واجتهاد، لم يسمع قط في مجلس من مجالس شيخ الإسلام رحمه الله تعالى غيبة أو نميمة أو حديث عن الدنيا. كان الرجل إذا جاء إلى مجلس من مجالس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول إذا جاء يتذكر الآخر، دخل المجلس يتذكر الآخرة، يعني ينسى الدنيا. قل هذه سبيلي أدعو إلى من؟ قال إلى الله. إذن هذا هو الشرط الأول من شروط الدعوة، الإخلاص. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن كثيرا من الناس لو دعا فهو يدعو لنفسه، حتى يقال عنه داعية ويكتب وكذا. صحيح، معروف هذا، وتتسمع الآن يعني أحيانا، وترى الله المستعان، يعني ترى من يكتب أنه مثلا العالم العلامة كذا كذا، هو يكتب لنفسها. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى مفتي المملكة، يقال الله أعلم أنه يوم من الأيام لديه يعني إشكال كرمكم الله في دورة المياه، واتصل قال لمن لديه في المكتب اتصل على فلان، فلان اللي يعمل في السباك، فاتصل عليه رد هذا في المحل، فردها قال الله يرضى عنك يا فلان تجيني اليوم البيت وتصلح لي السباك. قالت من؟ قال انا محمد. قال من محمد؟ قال محمد ابراهيم. قال ما اعرفه. قال يا شيخ محمد 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 ابراهيم. قال ما عرفته. قال محمد بن ابراهيم. قال تقول من؟ أغلق الهاتف. قال اللي يقال عني المفتي. قال آه الشيخ
بن عثيمين رحمه الله في التسجيل نوع الدور قال فضيلة الشيخ قال تعيد التسجيل ألغي كذا. هؤلاء إخوان ما أرادوا هذا، ما أرادوا المدح، كانت الدعوة لله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. والله أخواننا لو أسأل أي واحد منكم الآن، هل عندنا يوجد صورة واحدة مثلا للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ولحيته السوداء؟ لا، ما أحد عرف الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى إلا بعده، صارت لحيته كلها بيضاء. كان الشيخ بن عثيمين رحمه الله يدرس طالب أو طالبين 25 سنة قرابة 25 سنة وما عرفوا أحد، عرف بعد أن صارت لحيته بيضاء. هل تغير الدرس من طالبين إلى 2000؟ لا، يقول الطريقة واحد، الجهد واحد، الكلام واحد. دليل على ماذا؟ إخلاص. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا إلى غيره، على بصيرة. سبحان الله، كلمة واحدة على بصيرة. هذه الكلمة فيها كم شرط من شروط الدعوة؟ ثلاثة: علم شرعي، والحكمة، ومعرفة حال المدعو. لأن عندنا شروط الدعوة خمسة ذكرت في الآية سبحان الله: الإخلاص، والعلم الشرعي، والحكمة، ومعرفة حال المدعو، والصبر، كلها في هذه الآية على بصيرة. ثلاث شروط. نعم، إذا لابد من العلم. لكن إخواننا، يعني هل معنى هذا أننا لا ندعو إلى الله إلا بعد مثلا أن تأخذ شهادة أو كذا؟ الذي تثق منه 100% لا تشك فيه 1% ولا طرفة عين، هذا لابد تدعو إليه. تشك 1% لا تتكلم. الفتوى لأهل العلم، كبار العلماء، الإفتاء، المحاكم، هؤلاء هم لديهم الفتوى والحكم. أما نحن الآن لماذا لا ندعو إلى الله أخوانا؟ هل نشك في التوحيد؟ لا طبعا، نشك في التوحيد كافر. إذا لماذا لا ندعو للتوحيد؟ لماذا لا نعلم الناس الشيء الذي تثق منه؟ يا أخي علموا غيرك، ولا تشك فيه، لا تتكلم. إذا هذا معنى على بصيرة. طيب، وعلى بصيرة قلنا العلم الشرعي. الثاني معرفة حال المدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يهود، نصارى، لديهم كتب منزلة من السماء، توراة، إنجيل، لديهم حجج، لديهم شبهات، علم، ماذا تصنع؟ ناظرهم، ناقشهم، تكلم عليهم، أذكر ما هم عليه من ضلال وكذا؟ لا، قال ليكن أول ما تدعون به شهادة أن لا إله إلا الله، توحيد أول شيء في الدعوة. وأسهل طريقة في دعوة الكفار، في دعوة الخوارج، في دعوة أهل الضلال، التوحيد. ليكن أول ما تدعون به شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هم أطاعوك. سبحان الله، يعني معنى هذا أنه يبقى معهم، ما يتركهم، صح؟ أي نعم، يعني الدعوة ليست مثل ما يقول بعض الناس، يعني يبغى يروح أفريقيا مثلا أبو يوم ويومين، ما يصلح. الآن دخل يريد تعلم، لو تتركه إشكال. الآن أدخلته وما يصنع شيء. والله التقينا ببعض الطلاب في الجامعة الإسلامية، هؤلاء يعني من الأقليات في أفريقيا، يعني الدول اللي فيها أقليات في المسلمين مثلا 1%، أحيانا 0.5%، عرفت؟ فهؤلاء اجتمعنا التقينا بهم، وهذا الأخ اللي يعني دعاني لهذا الاجتماع بهؤلاء الشباب أراد يعني ترى أني أرى هذا المسألة. قال للأول، قال أنت متى أسلمت؟ قال أنا أسلمت،
قبل 10 سنوات. قال عندما أسلمت متى بدأت تصلي؟ واحد منهم قال بعد 3 سنوات، واحد قال بعد 5 سنوات، أقل واحد والله قال لي بعد سنة بدأت أصلي. السبب الذي كان سبب في إسلامي أخو الشقيق ما يصلي، هذا صلى قبله وهذا كان سبب في إسلامي. لذلك إخواننا يعني البعض أظن أن الدعوة يعني لا تحتاج إلى صبر، لا تحتاج إلى جهد، إلى بقاء. عندنا بعض الدكاترة منهم الشيخ حفظ الله الشيخ محمد بخيت الحجاري، الشيخ محمد بخيت يبقى شهر كامل في المنطقة ويضع طالب في المنطقة ويعطي كفالة سنة يبقى في المنطقة إمام ومعلم له حتى تبقى المنطقة ما ترجع إلى الكفر. معرفة حال المدعو لابد. ثم الحكمة في الدعوة. يعني الآن عندنا بعض الناس يعني لا يعرف كيف يعني يبدأ، ماذا يخاطب الكافر، كيف يخاطب هذا، إيش يقدم، إيش يؤخر، قد يفسد أحيانا. الضحاك بن مزاحم رحمه الله جاء إليه نصراني وقال يا إمام إني أحب الإسلام وأحب الخمر، يعني ما الذي يمنع من الدخول في الإسلام؟ حب الخمر، لأنه يعرف أنه لو أسلم يمنع من الخمر. فقال له الضحاك أسلم وإن شئت أشرب الخمر إن شئت. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد ورسوله، انتهى الإشكال. فقال له الضحاك رحمه الله قال أنت الآن مسلم، رجعت عن الدين قتلناك وشربت الخمر جلدناك. بعض الكفار اليوم يمنع من الدخول في الإسلام الختان، لأنه خاطب الختان وكذا وممكن تمرض وكذا وتعرف أمور. من يخاطبك بالختان؟ من قال لك أنه يجب عليك الختان؟ يعني الآن مسلم غير مختتن أحسن من كافر مختتن، صحيح؟ أي نعم. المرأة الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقولها، يقول ما تخاطب المرأة الكافرة عن الحجاب أصلا، يقول إذا أسلمت شرح الله صدرها. هذه أيضا من الحكمة في الدعوة. ليس معنى هذا أننا نداهن، لا، لكن تسير. ما هي الحكمة؟ الحكمة هي السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. فبعض الناس عندما تقول له حكمة هو يفهم الحكمة يعني ترك الدين. لا، حكمة يعني وسطية، الوسطية التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، في التعامل، في كذا. إذن أخواننا سبحان الله، آية واحدة جمعت شروط الدعوة الخمسة: الإخلاص، العلم الشرعي، معرفة حال المدعو، الحكمة، الصبر. لابد يصبر. بعض الناس يعني سبحان الله يتعرض لموقف بسيط يمكن ترك الدعوة ورجع. تعرف ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بدأ دعوة الناس، حصل ما حصل، هذه لم تصد النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الطريق، ظل عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاه الله ويجعل الله. فبعض الدعاة يظن أن الدعوة إلى الله هذا الطريق مفروش يعني بالورود وطريق ما شاء الله، ولا يدري أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ساروا هذا الطريق ولحقهم ما يحقهم من أذى. ثم يعني الناس الآن إذا رأوا منك الصبر، حسن الخلق، هذا يؤثر فيهم إخواننا. نعم، إذا كان طالب علم لا يصبر، طالب علم ليس لديه حسن خلق، إذا من الذي لديه؟ كيف نتعلم نحن الآن إخواننا؟ فهذه المسائل مهمة جدا نتربى، ويمكن أن نتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يظن السيرة قصص، يعني نسمع حكايات. سبحان الله، هذا الذي يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد من تدبر، تتعلم وتعمل وتدعو وتصبر على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الآن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في
عندما أراد أن يكتب في السيرة كتب في السيرة، لكن بدأ يذكر الفوائد المستنبطة من السيرة النبوية. هذا المطلوب الآن، مطلوب منا أن ننظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم كنا نتكلم عن مسألة مثلا خوارج العصر، يعني في القتال، في الجهاد، في كذا، هذه المسائل. طيب، منذ أن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد إلى أن توفاه الله، كم عدد القتلى؟ من يعرف تقريبا؟ بعض العلماء يقول ما تجاوز 1000 منذ أن بعث إلى أن توفاه الله. نعم، 1000 يا رجل في ثانية في الحرب العالمية، هؤلاء يمكن يقتل أكثر من 1000 في ثانية. لم يقتل، لم يسجل في القتلى مرأة، طفل واحد لم يسجل، هذا لم يسجل، مريض، أعمى، عابد، لم يسجل هذا في القتلى. اليوم أنت تسمع وترى بعينك، يعني أول من يقتل هؤلاء الصغار والنساء، وتسمع يعني هم، هل هؤلاء عرفوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. قال ولا تقتلوا وليدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله. هذا الأول، لابد يتقي الله سبحانه وتعالى هذا الأمير. طيب إذا كان هو لا يعرف التقوى، إذا معنى هذا أنه بقية الجيش باب أولى. أخواننا، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان السلف الصالح يلقن الأولاد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم عندنا بعض الشباب من الضياع يظن أن السيرة قصص، ولهذا يعني عندنا بعض الأشرطة التي يعني الآن انتشر وكلام. لماذا انتشرت؟ إن فيها قصص وكلام وكذا. لابد نقف عند هذه المسائل، نقف عند كذا آثار النبي صلى الله عليه وسلم. يعني البعض الآن يقول لابد، أين الآثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش تريد بالآثار؟ أي آثار تريد؟ عندنا آثار تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بها. مثاله وقف في عرفة، نعم وقفتها هنا وعرف كلها موقف، نعم هذا غرض النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التعبد. أما بعض الأماكن مثل الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عندها، أهل بيعة الرضوان، الشجرة هذه قطعها عمر، إذا ما يمكن نتبرك بهذا المكان. هذا ليست من الآثار المقصودة بالتعبد، بل هذا من البدع، بل قد يصل إلى الشرك، بل يصل إلى الشرك الأكبر، صلى الله عليه وسلم. إذا لابد ننظر هذه الأمور في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما أردت، والله أعلم أخوانا، يعني أنا مضطر للكلام، صاحب الاستراحة الشيخ يعني أصر أن ألقي كلمة، ولكن ما كان لي أن ألقي كلمة، هناك من هو أعلم مني بحق، يعني أنا لست بعالم. أنا والله أخوانا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني طويل بعيد، لكن قد يتكلم أحيانا المفضول في حضور من هو أفضل منه، قد يصح. والدليل أن الهدهد تكلم في مجلس سليمان عليه الصلاة والسلام، فاعتبر هذه الكلمة من هذا القبيل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم، والله أعلم، صلى الله على نبي محمد وعلى صحبه وسلم، وجزاكم الله خير. أعطيني أنا أقرأ مسألة كل شيء. وأن بعض الشباب يعني سبحان الله، يعني تجد أثر طلب العلم عليه في جلوسه، في كلامه، يعني الصمت، وهذا يسميه أهل السنة شعار. أهل السنة، أهل السنة لهم شعار، ما هو شعار، يعني في أشياء مجرد تنظر الإنسان تعرف أنه هو من أهل السنة. نحسبه كذلك، الله حسيب ولا زكاة الله أحد. الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، أداء الصلوات، الجمع، الجماعات، صحيح؟ نعم، هذا يسميه شعار أن أهل السنة والجماعة. هذا الطالب جزاه الله خير هو الشيخ، يعني عندما يكتب ما يستطيع يكتب السؤال. ليش؟ يقول خطأ، أكتب سؤال مباشر، لابد يقدم مقدمة. أبو هريرة رضي الله عنه يعني لما يتخرج من الجامعات وكذا، صحيح؟ عندنا كلية الآن نسميها المدرس الآن قبل أن
يخرج للعمل لابد يسموه عندنا دبلوم تربوي للمدرس. فأبو هريرة طلع تخرج من جامعة النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع، لابد يقدم مقدمة. ماذا قال؟ قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ يعني أفديك بأغلى ما أملك، مقدم. المسيء في صلاته، هذا مسيء في صلاته، صح؟ لكن عندما أراد أن يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم عرف كيف يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. كان يقول الله هو الذي بعثك وأنت مبلغ عن الله حق وأنا أريد أتبع الحق، علمني. كان مذنب أصبح الآن إيش؟ متعلم. جبريل عليه السلام جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، هو في الحقيقة متعلم أو معلم في الحديث جاء متعلم، لكن سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ معلم. لماذا؟ لأنه ظهر عليه أثر طلب العلم في لباسه وسط، في جلوسه جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن أنت تعرف عندنا في المحاضرات وحيث سأغفر المسي واحد كذا وقال إحنا طلب العلم، خطأ. ما هكذا، جبريل أفضل مني ومنك عليه السلام، وتقدم أنصت الكلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاطع. الجن هم جن، فلما حضروه قالوا أنصت. هذا عندما اكتب السؤال يقول أحسن الله إليكم كذا، صحيح. على هذه الطريقة أخواننا لابد يعني يظهر أثر طلب العلم. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ويشرح مثل هذه المسائل يعني في أداب الطالب وكذا، يعني أداب الطالب مع شيخه الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول أنا، هذا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول أنا أقول هذا الكلام حتى تصنع هذا مع العلماء لا معي، فما بالك أنا؟ مفهوم؟ نعم. أما الإجابة الله أعلم، يعني علقنا على أول السؤال الثاني الله أعلم ما، لكن الإشكال عندنا هو السؤال في تكرار تكرار يا سعد صحيح والله أعلم تكرار تكرار الفاتحة في إشكال. لا ما بعد الفاتحة، بعد الفاتحة الله أعلم أنا لا أدري، تكرار الفاتحة طبعا في إشكال خاصة من وسوس وكذا، اقرأها كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ما يزيد. إحنا ترى متفقين على الكلمة ما متفقين على السؤال. يقول بعض الناس يقول لماذا تدعون للتوحيد والناس موحدين؟ طيب أي واحد يقول إنه موحد؟ بس تعال موحد، نعم. ما هو التوحيد؟ الحمد لله. وإذا لم يعلم نعلم لا إشكال بها. ثم ليس معنى أن نعلم الناس التوحيد، ليس معنى أن نعلم الناس التوحيد أننا نرمي هؤلاء الناس بماذا؟ بالكفر، ما يمكن هذا. طيب هل معنى هذا نترك قراءة القرآن؟ القرآن كله توحيد. يقول ابن القيم رحمه الله أنه لا تخلو منه آية، أي التوحيد. إذا معنى هذا نترك قراءة القرآن، طيب لماذا تقرأ القرآن؟ القرآن كله توحيد والسنة، صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله لن توفاه الله وهو يدعو للتوحيد وينذر عن الشرك. ثم أسأل هذا، نقول تعرف ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ يقول الله سبحانه وتعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أنت مع من؟ لابد يقول معك، صحيح. نعم أنا أفرح كل درس يجعله في التوحيد، لأننا الآن يا إخواننا لو كان مثلا هذا اللقاء مثلا نتكلم فيه عن النكاح عن الزواج كان ما شاء الله يعني أمور كذا، فما بالك إذا تكلم عن التوحيد؟ لابد تفرح إخواننا، تفرح التوحيد، تعلم الناس التوحيد. والله هؤلاء الأئمة يعني الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعيد رحمه الله، سبحان الله لو تقرأ مثلا في القواعد الفقهية، نظم القواعد الفقهية للشيخ بن سعيد رحمه الله في شرح الشيخ بن سعد، كل مسألة تقريبا إذا أراد أن يمثل على قاعدة يأتي بكلام عن التوحيد. سبحان الله، حياة القلوب، حياة القلوب.
تعلق بالله سبحانه وتعالى أشرف العلوم. كيف سبحان الله بعض الناس يقول لا نريد التوحيد؟ يعني نريد التوحيد إذا إيش يريد؟ يريد شرك صحيح ولا؟ إذا ما نريد نتكلم عن التوحيد إذا ماذا نتكلم؟ طيب الصلاة توحيد والصيام توحيد والحج توحيد. نعم لا تقبل أي عبادة إلا بالتوحيد سبحان الله. لهذا خلقنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآية هذه واضحة لكن الإشكال عندنا ليس في فهم الآية في العمل بهذه الآية. إذا خلقت حتى توحد إذا لماذا لا تريد التوحيد؟ لماذا تريد الشرك؟ وهذا إشكال والله يعني يورد بعض الناس صحيح. فهو هذا مسكين ترى ما عرف التوحيد. هذا المفروض تعلم التوحيد ويبدأ يدرس التوحيد. إذا درس وعرف التوحيد بإذن الله لن يترك التوحيد أصلا. وما حصل اليوم يعني من بعض مما تسمع يعني الأخبار وهذا الإعلام وكذا هذا يعلم الناس بمن؟ بالحكام. أين حكام العرب؟ أين العروبة؟ أين أهل الخليج؟ لماذا نتعلق بالناس؟ وتوكل على الحي الذي تتوكل على الله سبحانه وتوكل على الله هو حسبك يكافي. انتهى الأمر. فعجيب والله عجيب يعني من يعني يقول هذا الكلام. ثم استسأل أيضا طيب أنت مشرك؟ إيش يقول؟ لو أسألك أنت مشرك؟ تقول أعوذ بالله أنا لست مشرك. طيب ما هو الشرك الذي حرم الله عليك؟ إذا عرف الشرك الحمد لله وإذا لم يعرف نقول قد تكون واقع في الشرك وأنت لا تدري. وكيف يحرم الله سبحانه وتعالى عليك الشرك أعظم من تحريم كل محرم وأنت لا تعرف؟ عجيب والله. الآن إحنا نتعلم الآن المخالفات المرورية صح؟ كل أي واحد يريد يحصل على رخصة قيادة لابد يعرف ما يجب عليه وما يكون يعني عليه مخالف وكذا. ربط الحزام اللي الآن يقول عنده مثلا إيه نعم هو لازم نربط الحزام. إيش عربك؟ قال لازم هذا نظام. طب التوحيد ما تعرفه والشرك ما تعرفه قد تقع في الشرك وأنت لا تدري وتكون الأعمال لسرعان بعد السلامة تذهب عليك. لماذا تريد ذهاب الأعمال عليك بالشرك؟ يعني أخوانا شاركوني واحد يشاركني أنا الكلام ليس لي يعني لي ما في إشكال. فهذا كلمة انتهت. إذا لديك كلمة تعليق أهلا وسهلا. السلام عليكم. تفضل. صلى الله عليه وسلم. والله شوف الفتوى بالنسبة لهذه المسائل اليوم المفروض ترى إخواننا كل شيء موجود في الغالب في هذه الأيام موجود والبحث سهل. لكن البحث لابد تبحث في من تثق بدين وعلم. يعني ترجع مثلا لفتاوى الشيخ بن عثيمين رحمه الله مو تبحث أي موقع. لأن الإشكال عندنا في هذه الأيام أننا نستفتي جوجل وجوجل يعني والله أعلم زنديق. مثال أنا أقول لك زنديق الآن لو تكتب إيش تريد من جوجل حلال أو حرام تكتب مثلا الأدلة على جواز وحل الربا يطلع لك فتاوى صح. اكتب لجوجل الأدلة على تحريم الربا فتاوى. لو تريد الأدلة على والله موجود والله الأدلة على عدم كفر إبليس يذكرها لك وما يكفر إبليس. لكن تبغى كافر إبليس اكتب له. في أحد يشك في كفر إبليس؟ نعم 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 عندنا في هذه الأيام بسبب هذه المواقع نستفتي جوجل. هذا مشكل. والله سبحانه وتعالى يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فمثل هذه المسألة إخوان الآن تستطيع أدخل مثلا على موقع اللجنة الدائمة للإفتاء مثلا على موقع الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى رسمي. لأنه لو قال لك هذا فتوى بن عثيمين وقال موقع كذا لا تأخذ لأنه أحيانا يسمونه بغير اسمه في هذه المواقع. يعني أنا مرة كنت أريد الذهاب إلى دولة من الدول وأريد يعني أعرف المراكز الإسلامية هناك فبدأت أبحث
خرج لي مركز مركز التوحيد، قلت هذا اللي أريد. دخلت والمهم في الداخل قالوا هذا المهم كذا وكذا، طلعوا سبحان الله رافضة وكاتبين في الأصل توحيد. نعم يعني شرك مفروض مع هنا يسمونه بغير اسمه، فإشكال هذا. وأنت ما يعني الآن أشكل علينا إلا هذا، كل واحد يقول من أين؟ قال من النت، من جوجل، من واتس أب، من كذا. لماذا أخوانا؟ خلينا على العلم، على الكتب، على المراجع، المواقع، هذه الوسائل أخوانا الحديثة لو نستغلها في يعني طلب العلم. والله أخوانا استفدنا، لكن المشكلة أن تأتيك الآن شبهات ونحن نسمع لها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين تدعون ما تشابه منه فأولئك الذين سموا الله فاحذرهم. مشكلة نحن يعني من ينشر هذه المقاطع، مقاطع ضلال والله إلا من رحم الله. ف يعني هذه الأشياء أصبحت اليوم تسمع أشياء يعني من قديم ما كنت تسمع، يعني مثل كفر بليس هذه الأيام تسمع والله إشكال أشياء طمنات يا رجل، أشياء من المسلمات اليوم يشككوا فيها. يقول لك مين أفتح؟ قال فلان، جوجل، كذا كذا كذا، مجلدات ممكن يرسل لك إذا أردت يعني على هذه القضية مثلا. وهذا والله إشكال. الحاد حذرت رابطة العالم الإسلامي عندنا من ظهور بوادر الإلحاد، يعني في السعودية المفتي كذلك تكلم أكثر من مرة، الشيخ سديس خطب خطبة أيضا على هذا، وهذا الإلحاد إشكال هذا. بهذه الأسباب الآن يعني هذا الانفتاح إشكال. الشيخ الخضير حفظه الله شعبته الكريم يقول أخذت جوال من هذه الجوالات الحديثة، قلت يعني قبل النوم أسمع لمنظومة وكذا. هو الشيخ يعني سبحان الله كثير القراءة والاطلاع، فيريد بعد القراءة وبعد القراءة وبعد القراءة أن يسمع شيء حتى أنا. فقل أخذت الجهاز وضعت فيه منظومة، وقبل النوم أقول يعني شغل المنظومة، يقول ظهرت لي صورة امرأة عارية تمام. فقلت درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، خذوا جوالك رجعوا جوالك القديم أحسن. لو بقينا والله أخواننا على جوال الكاميرا، يمكن يعني أخواننا لو تسأل مثلا بعض الشباب يعني قبل 10 سنين مثلا، قل ما تصورت أنا، هو يقول عن نفسه، قل ما تصورت يوما من الأيام أني أرى هذه المرأة، الآن أراها. وأصبح حتى الإنكار يعني بعض الشباب هدانا الله يرسل مقاطع، اكتب لك نهاية الموقع نهاية المقطع أو الفيديو، يكتب لك عفوا المقطع يحتوي على موسيقى ونساء كاسيات عاليات، عفوا ونسلم. طب من يتحمل هذا؟ بعض الناس يتعبك يعني يتعبك بهذا المقاطع، والله يتعبك. ايش تصنع يا اخي؟ حاضر وانتهى صح، حاضر اول الواتساب وارتاح. مقاطع كذا يعني كثيرا الان من العلماء يذكر هذا، يقول اليوم يعني اوقاتنا الثمينه نضيعها بماذا؟ ها بفراغ غيرنا، تفاهات والله تفاهات، تفحيط وكذا وكذا. وانا ما خلقت لهذا اصلا، خلقت للتوحيد، وحد الله سبحانه، اذكر الله سبحانه وتعالى. هذه اشكالات اخواننا اليوم، هذه الاجهزه يعني دمرت كثير والله اخواننا دمرت كثير. يعني تسال بعض الشباب يعني تسال مثلا والله تسال اركان الاسلام ما يعرف ذلك، اركان الاسلام تسال مثلا عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم، ما تصدقوا هذا الكلام. احنا عندنا اختبار معهد الحرم، اختبار القبول، هذا اختبار القبول اين؟ في الهند، في المدينة. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى 3 اختيارات، المدينة، الطائف، الحبشة. ممكن يكتب الطائف، ممكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف وأوذي ورجع عليه الصلاة والسلام، لكن يكتب الحبشة إشكال كبير يا إخوان.
دفن النبي صلى الله عليه وسلم. اختيارات ثلاثة منها مكة وكذا. هو في المدينة الاختبار. يكتب مكة مثلا أو يكتب الطائف. إشكال يا إخواني. هذه الأيام في مسجل هذا معروف في بعض الدول قريبة منا. من بها للأمة يقول ما أعرف. تصلي يقول ما أصلي. تقرأ الفاتحة ما يقرأها. سورة الإخلاص كثير يقول ما أعرف إيش سورة الإخلاص أصلا. ترى الخطأ يعني قد يتحمل الكل اللي يعرف وما لم يعلم. وهذا يعني لم يسأل. فقد يتحمل الكل إخواننا. فهذه المقاطع اليوم عندنا والله فيها إشكال إشكال كبير. عفوا إيش أسمعني؟ عندي واحد كل جمعة يرسل لي جمعة مباركة وأنا أكتب له بدعة. جمعة مباركة أكتب له بدعة. إيش أسمعني؟ واحد مرة أرسل لي رسالة وكتب المهم كتب حديث وأرسل ثواني أرسل الحديث ضعيف. عفوا مجرد ما قرأت الرسالة الثانية جاءت الرسالة الثالثة. عفوا حديث حسن. أرسلت له رسالة أنت يا أخي رصيني على الله ضعيف صحيح حسن ما أدري. أرسل رسالة أيضا طالب ذكر فيها الأعمار التي يعني يجب أن تتوفر في الأضحية يعني الإبل البقر غنم ذكر. مجرد أن أقرأ رسالة أنا قرأت رسالة عرفت أنها خطأ بدأت أكتب يعني التعديل لهذا وأنا أكتب أرسل رسالة ثانية قال الأولى خطأ أنا بدأت أكتب أن الثانية خطأ أرسل الثالثة على أن الثانية خطأ اتصلت عليه مباشرة خفت أرسل الرابعة تعمي كل الثلاثة خطأ قال أعطيني الصح قلت يا أخي قبل ترسل تأكد وبعض الناس ترى ما ينظر في الرسالة أصلا تأتي رسالة أرسل عن الكويت والله إحنا في السعودية يعني بعيدين عنكم يعني وين نحن نشوف بيننا وبينهم كم ما لي علاقة أنا يرسل لي واحد يقول والله شركة في الكويت تبيع كذا وكذا وفيها مضار طيب هذا الكويت أنا إيش لي علاقة الآن في ترسل لي أنا المهم أرسل إنه الشركة فيها بلاوي وطامات المهم بعد قليل أرسل رسالة قال والله هذه رسالة أنا وثقت في من أرسلها لي وأرسلتها لكم ترى الشركة كويسة هذا فيما يتعلق بالدنيا لكن في عندنا أشياء تتعلق بالعقيدة الآن يرسل لك ماذا قال فلان الضال الكافر في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها طيب هذه لو أمك ترسل المقطع بالله يرسله ها أبد لكن يرسل كلام على أم المؤمنين حتى يستمع الكل وبعدين قال كيف جاء الإلحاد هذا سبب الإلحاد شبهات الآن ننشر صحيح أم لا أي واحد مرة أرسل لي معي أخوان هذا واقعنا اليوم يعني أرسل لي صورة فيها ملتحيين ووتر بيضة ومعاهم سلاطين يعني الصورة ما فيها أي تعليق ولا كاتب شيء يعني لو كتب أسفل منها داعش أنا ارتحت صورة فقط يعني معنى هذا كلام على من؟ على أهل الالتزام فكتبت له رسالة يا أخي اتق الله يعني هذا طعن ما يمكن يكون هذا ولا بد تتوب إلى الله ضحك تعرف المضحك يرسل لي ها ولا يرسل صورة طبعا فضحك أرسل لي مقطع فيديو مقطع فيديو فيه نساء موسيقى والله مشكلة أخوان كان يقول مو عاجبك هذا الصورة أرسل لك فيديو الآن أردنا نرد على داعش ولا بد نرد الرد يكون رد علمي أو استهزاء وسخرية وصورة وفيديو ونساء وموسيقى بالله يصح ما صنعنا شيء زدنا الأمر أصلا سوء على سوء رد علمي يا أخي رد بالكتاب والسنة
ومن لم يتضع بالكتاب والسنة فلا عبرة. فكيف أنت تريد الآن هذا من الداعش الآن؟ تريد يتوب أو لا؟ تريد تقيم على الحجة؟ تقيم على الحجة بالكتاب والسنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة حتى لو داعش. أما بالصور بالهتافات بكذا بالسب بالشتم، السب والشتم أخواننا والله أعلم، يعني هذا ليس طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سب ولا شتم. أما أننا نصنع سب وشتم وقصص وفيديوهات ونساء وأغاني وقل بعدين هذا داعش، طب حتى لو داعش يجيز لنا هذا الغالي لا تبرر الوسيلة، عندنا ممكن تبرر الوسيلة. فهذا الواقع أخواننا اليوم، والله هذه مصائب ترى عندنا، وإحنا يعني كثرة المساس تميت الإحساس. يعني بعض الشباب تسأل اليوم يعني هل عندك تلفاز؟ يقول لا أعوذ بالله، أعوذ والله ما أدخل التلفاز بيتي. صحيح؟ قال صحيح. طيب أعطينا جوالك. قال لا أبدا والله ما يمكن. في نساء؟ في موسيقى؟ في أخبار؟ نعم، يعني تفرج أخبار. صحيح؟ إذا ما هذا عند التلفزيون زيادة أصلاً، صحيح لديه في الجوال، هذا إشكال أيضاً طامات. يعني أخواننا يعني لابد نهتم بهذه المسائل، لأن ترى أخواننا المعصية نسأل الله عليه السلام أول ما تبدأ يسير، تكبر صغائر، كثرة الصغائر تؤدي إلى الكبائر، كبائر تؤدي إلى الأصغر، أصغر يؤدي إلى الأكبر. تتعرف أن بعض إخواننا كان في أول الأمر ينكر على داعش وكذا، أنت تعرف هذا، بعض طلاب العلم حتى بعض من ينسب إلى العلم صلى الله عليه وسلم الآن هو مع داعش بل ينظر إلى داعش بأسباب منها هذا، أسباب منها الإنسان يقتر بنفسه أحيانا، يعني يستمع للشبهات، الشبهات إشكال فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منها، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه. الله أعلم أني أطلت عليكم، سامحوني. الله زين. أهم شيء شيخ أن الدعوة، ها؟ لأن الصحابة يوم دشوا مصر دعوة، ما جاهدوا وأسلموا في مصر كلها. أما العثمانيين اللي أنت لا تسمي أحسن، هذه الأيام التسميات مشكلة. خلينا بدون تسميات أحسن، بدون تسميات يعني. لو نقول يعني مثلا الان لا هو شوف يعني ما احد ينكر الجهاد اصلا. الجهاد عباده او عاده؟ عباده. اذا العباده لابد فيها من شروط واركان واجبات تنتفئ الموانع. نعم ما احد ينكر الجهاد اصلا، لكن هل هذا جهاد؟ تعال نحكم الشريعه ننظر، اذا كان جهاد الحمد لله، اذا كان غير جهاد هذا ليس جهاد، اذا ما يقبل. فإذا كان جهاد ما أحد ينكر الجهاد أصلا، ما ينكر الجهاد مسلم، ما يمكن لمسلم ينكر الجهاد أصلا. لكن أي جهاد؟ الجهاد الذي يكون بشروط وأركان واجبات تنتفع عن الموانع، كما في أي عبادة من العبادة. أنا تفضل أخوانا لديه كلمات عليا، ترى المجال يعني ليس لي أنا، والله تطاولت، سامحوني. الله يسلمك، الله يزاكم، هذا من حسن الظن، جزاكم الله. الله يبارك فيك. سؤال شيخنا، تفضل. الحين شيخنا بعض الناس يعني يهون عليه، يعني يبعد عن الأمر المحرم، لكن يصعب عليه يعني ويشق عليه التحفظ من حركة لسانه، تجد يعني صاحب غيبة صاحب غيبة صاحب تجد عليه كلمة توجيهية بعد شيء. والله هو هذه المسألة يعني ذكرت للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، سؤال عنها يعني بعض الناس يشق عليه مثلا ترك المحرم بعض المحرمات، فأمور كثيرة منها ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله، أنا منها الاستغفار، لأن الشيطان الآن
إيش يريد منك؟ يقنقك من رحمة الله، فأنت تستغفر تستغفر، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك، صحبة الصالحين. ترى في أشياء عدة ممكن يعني تكون بإذن الله سبب لدفع هذه الأشياء، مثل ما قلنا الآن الشيخ الخضير يعني ترك الجوال. يعني الآن مثلا الأب يقول أنا لا بد في هذه الأيام مثلا عندي الأولاد حلوا الواجبات وكذا، مثلا على اللابتوب مثلا كمبيوتر لا أشكال، حتى لكن تضع اللابتوب وين؟ في وسط البيت حتى يطلع الكل، ما في إشكال. حتى الأب الآن يعني الأب عندما يفتش الجوال يفتش قدام الأولاد، ما يخفي عنهم، لأن إذا خفي عنهم ممكن الولد بعد فترة شك فيه، والله هذا كان يخفي عني أكيد عنده شيء مثل ما نعم. فالأمور أنت تعرف أن الأمور أهل السنة الحمد لله، يعني يقول شيخ صالح سبحان الله يحفظه يقول إحنا ما عندنا شيء مخفي، هؤلاء أصحاب الجحور يتكلموا تحت الأرض، يقول الحمد لله إحنا نتكلم فوق الأرض. ففي مسألة إخواننا الصحبة الصالحة، مثلا الدعاء الاستغفار، هذه الأمور التي ذكرها يعني العلماء رحمه الله تعالى، هذه أسباب، ترى أسباب الإنسان يبتعد عن هذه الأشياء. يعني عندنا بعض البرامج والله ما تصلح، يعني بعض البرامج في الجوال أنت تعرف فيها صور فيها ضمان وغصب عنك ترى هذه الصور. أنا ما أتكلم مثلا، خلينا الآن إحنا ما بنسمي برامج، في عندنا بعض البرامج أنت تعرف إنه فيها متابعين وفيها كذا، ويفتح عليك مجال لا نهاية. فليش أنا أخذ نزل البرامج؟ إذا أعرف من نفسي أنا ضعيف خلاص يا أخي ألغي البرنامج وارتع حظ صح؟ كسر الجوال. مسألة فقهية، هل يصح إتلاف المال؟ لا يصح إلا إذا كان لمصلحة راجحة، يصح إتلاف المال إذا كان لمصلحة راجحة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدم وحط مس الضرار. إتلاف المال نعم مصلحة راجحة، كان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد في هذا المسجد من المنافقين ويعين رجل من الصحابة صح، وينقلب إلى مسجد أسرع التقوى. لا ما يصلح هذا، ما يصلح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدم وحطه. إتلاف المال نعم مصلحة راجحة حتى لا تكرر هذا الفعل أبدا صحيح. إحراق رحل الغالب الذي يغل من الغنيمة يحرق رحله. إتلاف تعدي يصح مصلحة راجحة. فما بالك اليوم جوالاتنا إحنا إخواننا، يمكن لو نطبق اليوم الآن كلنا كسر جوالاتنا ونرتاح، والله كنا في سعادة في أمور الحمد لله، وما كان يعني مثل هذه الأمور. الآن في المحاضرة أحيانا، أنا لا أتكلم عن هذا المجلس، في الدرس في الحرم مثلا تجد عالم مثل الشيخ عبد المحسن العباد حفظ الله شيخنا الله يحفظه، يعني هو في الدرس هذا يلعب وهذا يرسل رسالة هذا وهذا أمامه يتصل به، عيب عيب والله عيب تسمع هذا صحيح، ولا يفتش ولا يرسل رسائل يحدث ولا حرج. هذا طلاب ما بالك العوام، العام الآن يدخل مسجد صلاة ما قيمة إيش أسمع؟ يبدأ يفتش ينظر في الجوال وكذا. وأصبح الأمر ترى في القديم عيب على أي داخل المسجد يخرج الجوال، الآن عادي الإمام بعد السلام يطلع الجوال عادي يشوف الأرقام ما في أي إشكال صح؟ أول ما خرج عندنا جوال وكاميرا ما يمكن علينا إحنا محرم كان جوال وكاميرا، ما أستطيع والله. أحد الشباب جزاه الله خير أهداني جوال وكاميرا قلت والله ما أستطيع غير، فغير أعجبني جوال ثاني بدون كاميرا. الآن لو جاء أعطاني جوال بدون كاميرا ما أقبل أصلا، الجوال المكشف ما يصلح كأنه يستبل بي صح؟ إيه فأقول لك تغيرت الأمور. هذا إشكال والله عندنا إخوان، إشكال كبير جدا. وأنت تسمع إخواننا هؤلاء، نحن الآن في عندنا قدوات صح؟ تمام، مثلا الشيخ خضير، الشيخ عبد المحسن عباد، الشيخ كذا، هذه قدوات عندنا. طب يعني أنت الآن
تريد تسير على مثل هؤلاء أو لا، تقتدي بهم حتى في هذا المساء، حتى في الجوال، هي صحيح؟ لكن ضعف النفس أحيانا، ضعف كذا، ضعف بعض المسائل. ففي أشياء يقول ابن عثيمين رحمه الله، يقول تأثرنا بابن سعد رحمه الله تأثر شديد، يقول حتى أصبحت أضع الوتر كما أضع ابن سعد. يقول خط محمد، أي ابن عثيمين رحمه الله، يقول خط محمد كان جميل، أصبح بس يقول أصبح خط مثل خط الشيخ يعني شوية، يعني لأنهم رأوا قدوة هؤلاء. فالآن إخواننا عندنا قدوات مثل هؤلاء الأئمة الآن، شوفوا ما يشتغل بهذه المسائل، يشتغل ما يشتغل بالقيل بالقال، مجالس هؤلاء يعني السمت العلم قد لا تجد بعد هذا، يعني مثل هذه المجالس، يعني مثلا مجلس الشيخ عبد المحسن عبادي حفظه الله الآن، يعني قد لا تجد هذا المجلس بعد هذه الأيام. صحيح اغتنم الفرصة، يعني تأخذ من سمت الرجل من اتباع السنة زهد مثلا هذه المسائل. الطالب إخوانا إذا ما طبقنا إحنا من نطبق؟ العوام. والعام الآن لو شارك مثلا في المسجد تخلق الجوال تشوف واتساب خلاص يقول والله فلان يطلع واتساب ما عشان اسمع، صح؟ الله المستعان. مفجر ترى والله تمام كذا. حين طلعوه في خطبة الجمعة شيء إيش هو؟ الجوال في خطبة الجمعة خطبة الجمعة. الله المستعان. طيب لو انقطع الجوال مشكلة، لو طفى مثلا شيخ ممكن انقطع عن الجوالات والله؟ ها؟ لازم؟ مو لازم، أنا عنده خطبة الجمعة بكرة. لا مو لازم، مو ضروري. لا مو لازم مكتوبة شيخ. والله أنا الموافقة جاتني بدون، أنا اختار الموضوع ما هو كاتب لي موضوع. طيب بس 20 دقيقة. أنت ضيف شيخ. الحمد لله. ما تخطب شيخ. في مسجد من المساجد. بالجوال. ها؟ والله في خطبة الجمعة من يلعب في الجوال. الشيخ الحلابي عنده وهو يخطب الجمعة وهو يصور فيه وينكر الشيخ يصور الإنكار. والله يصور الإنكار. اسمع أحيانا بعض المقاطع والله فيها استهزاء. حصل عندنا وموجود هذا لو تبحث عنه تجده. حصل أن الشيخ الحلابي يعني رفع صوته مو بالتكبير بالتسبيح، المصلين بعضهم ما ادري ركع وسجد، فمصورين هذه بالله لو كافر يطلع على هذا ايش يقول، نص المسجد النبوي راكع ونص ساجد مثلا، عيب والله عيب نحن ننشر هذا المقاطع. صحيح ام لا؟ موجوده مقاطع، وعندنا من ينشر مقاطع اليوم الصلاه لو اختلفوا في القبلة مثلا، صلاة الخوف، يعني مثل هذه المقاطع الآن ننشرها مشكل، وإحنا ننشرها. طب لو اطلع عليها مسلم لو اطلع عليها كافر إشكال، بعض المسلمين يطلع عليها ويضحك. طب لو ضحك هذا استهزاء أخواننا، صحيح والله استهزاء، لكن ما في من ينبه على مثل هذه المقاطع. إخواننا عندنا في هذه الأيام ترى بعض الإشكالات يعني ما حصلت في التاريخ، يعني التجرع على العلماء، تجرع على علماء السنة. كيف تتجرع على عالم علماء السنة؟ كيف تتجرع على شيخ الإسلام؟ أنا لا أقصد، ما أحد يقول إنه شيخ الإسلام معصوم، لكن أنا ما تجرع عليه. لماذا؟ لأن التجرع عليه تجرع السنة. يقول اللي يطعن في أحمد زنديق لأنه أحمد، لا، لأنه إمام من أمة أهل السنة، طعن فيه طعن في السنة. الآن الشيخ بن عثيمين رحمه الله مثلا، والله هذا المسألة أخواننا مهمة جدا لنا هذه الأيام، يعني طالب علم الشيخ الألباني رحمه الله يقول مسكين هذا الألباني، كل إنسان يريد أن يعرف إيش يصنع يرد على الشيخ ناصر رحمه الله. صحيح. المهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله الآن أراد يشرح إيش كتاب التوحيد قولا مفيد، صح؟ ما كتب كتب القول المفيد شرح كتاب التوحيد، صح؟ تمام. هل كتب مخالفات انتقادات
علل؟ لا. ايش كتب؟ قول المفيد شرح كتاب التوحيد، يعني رفع الكتاب. طبعا مثلا بعض العلماء يقول في هذا الايام، يقول سبحان الله بعد ان شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى الزاد عرفنا الزاد، قبل ما كنا نعرف الزاد. يستطيع بن عثيمين رحمه الله ان يضع احسن من كتاب التوحيد واحسن من الشرح الممتد من الزاد واحسن مثلا من اصول الفقه، صح؟ لماذا ما صنع هذا؟ لانه يعرف ان هذا الطريق خطر، لازم يمشي على هذا الطريق. هذا تقدم، اذا له حق ولا بد اسير على هذا الطريق. هنا البركه، شرح هذه الكتب وضع الله سبحانه وتعالى في علم ايش؟ عندما نشرح كتب السلف يضع الله سبحانه وتعالى في علمنا البركه. اما اجي اتعدى عليهم ما يمكن. يقال والله اعلم هذا الشناقطه عندنا يعني لهم بعض الامور. يقول ابن مالك صاحب الالفيه كتب فائقة الألفية ابن معتي، ابن معتي الزواوي ألف ألفية قبل ابن مالك ومات، وجاء ابن مالك ألف ألفية، فكتب في المقدمة فائقة الألفية ابن معتي ونام. عندما نام جاء في المنام من؟ ابن معتي، وقال له يا ابن مالك فائقة الألفية ابن معتي والحي خير من ألف ميت. قال أنا ميت ما أستطيع نافسك الآن، أنا لو حي أنافسه لكن أنا ميت، لماذا تقول فائقة الألفية ابن معتي؟ فقام من النوم كتب فائقة الألفية ابن معتي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب الثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة، سبقني له الحق في السبق، صح؟ فالشيخ بن عثيمين رحمه الله خالف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الجميع في بعض المسائل في كتاب التوحيد، صح؟ قال هذه مخالفة، هذا القول باطل، من دون تشعر ايش صنع؟ رد من دون تشعر، قال هذه المسألة ليست مسلمة للمصنف رحمه الله. شوف الكلام، حتى تعرف طريقة السلام. العقيدة الطحاوية، عقيدة الطحاوية فيها إشكالات. جاء الشيخ بن باز رحمه الله تعالى ابن مانع رحمه الله الجميع ويبغى إيش؟ ما كتب الانتقادات أو المواضع التي انتقدت على الطحاوي. قالوا هذا الكلام ليس الطحاوي، كلام الطحاوي في الطحاوية مخطوطات. يقول ابن باز رحمه الله هذا الكلام لو قيل أنه ليس من كلام الطحاوي لكان له وجه، ولا بد يحمل أحسن محمل. هذا الكلام لا يقبل، ولكن نحن نقول الطحاوي ما قال هذا، ولو قال أنه هذا مدسوس لكان له وجه. لماذا تصنع هذا الأمور؟ قال لأن هذا رجل معروف. نرد بماذا؟ حكمة. قلنا هذه الدعوة حكمة في الدعوة. أخواننا كتب السلف هذه والله أخواننا نحن ما في الغالب إلا من رحمه الله ما عرفنا قيمة كتب السلف. ابن القيم رحمه الله تعالى كتب الزاد، أراد في الزاد أن أتكلم عن قضية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة في الحديبية بالحلق والنحر، ما تحرك أحد، صح؟ ابن القيم الآن إمام صحابة، كيف يتكلم؟ مشكلة، صح؟ أي كلمة تحسب على ابن القيم، حتى وكان ابن القيم الصحابة أفضل من ابن القيم وأفضل من كل الأمة، أي نعم. فجاء يريد ينقل المسألة، كيف ينقل؟ كيف يتكلم؟ قال هذا الفعل منهم، هذا الفعل ما يعني هذا الفعل منهم رضي الله عنهم، إلى الآن ما تكلم. من المغفور أيضا ما تكلم، لا المشكوك، والله لو تتعب ممكن حياتك ما تجد مثل هذا الكلام. وتجد بعض المتأخرين اليوم يكتب في بعض القضايا عن الصحابة، يا عجيب، يعني ممكن يكتب نفاق، أعوذ، بل هذا الكاتب بهذا الكتابة هذا هو النفاق، والله ما شك، لا شك في هذا، صح؟ صحيح، لكن لماذا؟ لأنه ما قرأ كتب السلف، ما
ما عرف كيف يتكلم في مثل هذه المسائل. هذا هو الإشكال أخواننا عندنا. عندنا اليوم يعني من يريد الظهور على ماذا؟ على كتب السلف. يريد يهدم كتب السلف. والله ما أرادوا أن يكون عندنا لا شيخ الإسلام ولا غيره ولا كذا ولا كذا ولا كذا. ولهذا يعني يأتيك الكلام الآن. إيش نبغى بالتوحيد؟ محمد بن عبد الوهاب كذا وفلان كذا وفلان كذا. وبعض الناس يرى معك مثلا كتاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول ما شاء الله بن عثيمين ما شاء الله تبارك، لكن بن عثيمين عنده كذا، بن عثيمين رحمه الله عنده كذا، هذه تهدم عليه كل شيء. صح؟ صحيح. قول احد الدكاتره العشاء ولا ايش؟ طيب انا اختم بهذه القصه بس. قول احد الدكاتره عندنا يقول كنت جالس في مجلس، يقول يعني مثل هذا المجلس مثلا، يقول يعني في من هو افضل مني، يقول في واحد يتكلم في الشيخ بن باز رحمه الله، يقول انا التفت يمين التفت يسار احد يرد عليه؟ ما احد يرد. يقول ويتكلم هذا يتجرع اذا تكلم، يقول انا رايت امام هذا ماء وتظاهرت انه اريد كاسه الماء، فجئت قل كأني أخذ الماء أعطي الكف الأول، يقول أمسكوني، قلت يا أخوان أريد أعطيه الثاني حتى ينسى الأول. والله صدق، والله بعض الناس يا أخوان يعني ما يصلح معه للضرب. كيف تتجرع على علماء السلف؟ كيف تتجرع عليهم؟ كيف والله عجيب تتجرع عليهم؟ والله ما يتجرع هو، أنا أعرف هذا، وما يتجرع على الحاكم. هؤلاء يعني أعلى من الحكام، والله أعلم عندنا، والله أعلم من الحكام. صح ولا لا؟ مو معنى هذا نخرج على الحكام، لا، لكن عندنا هؤلاء أعلم من الحكام، لأن هؤلاء يعني يحكموا على الحكام ويحكموا علينا وعلمونا السنة أخواننا. فكيف أن نتعدى على الأئمة؟ أنا لا أتكلم يعني مثلا، أنا أتكلم لأنه وصلنا في هذه الأيام إلى من يتكلم على عندنا على أحمد رحمه الله، الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة. يا أخي غير معصوم؟ نعم، ما غير معصوم. هذه عندما أقول لك بعض الناس يعني سب الإمام أحمد فالله، وهم متفقين اللي يقول أنه معصوم كفر أكبر أصلا، متفقين على هذا المسألة، يقول غير معصوم. سيما المعصوم قال هم رجال ونحن رجال، أعوذ بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى هداية الجميع. جزاكم الله خير.